خلونا نشوف الكهرباء النهارده. وخليني اقول لحضراتكم بامانه، يعني انا بس في ناس بتبقى متفاجئه ببعض الحاجات، مفيش اي حاجه من الحاجات دي اللي حاصله تفاجئ، ده بالعكس، يعني المفاجآت هو اللي احنا كنا انفرادنا بيه قبل شهر رمضان في حوارنا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وهو قال لنا ان احنا كنا مفروض في خطة معينة لرفع الدعم نهائيا كانت هتبقى في 2019، نتيجة الوضع الاقتصادي والاعباء اللي بقت موجودة بشكل كبير جدا ونسب التضخم قررنا نمد ده الى سنوات اطول شوية، يعني مدوا الاجل لرفع الدعم بدل من سنة 2019 لسنة 2021. والنهاردة الدكتور شاكر في المؤتمر الصحفي بتاعه قال يعني احنا حاولنا نطبق الشفافية بأقصى درجة ممكنة، وجبنا خبير أجنبي دولي عشان يبقى طرف محايد، وقلنا له الأسعار اللي موجودة واحنا بنطبقها شكلها كذا، والرفع يبقى بالشكل كذا، وقال ان ده يتوافق مع الأسعار العالمية، وأشاد بالخطة، وبدأ يشرح تفصيليا الزيادة دي هيبقى شكلها ايه والشرائح هيبقى شكلها ايه. هو قال ان احنا دراساتنا، الدكتور محمد شاكر قال اللي هو وزير الكهرباء، قال ان احنا دراساتنا بتقول ان معظم الشرائح اللي بتستهلك كتير جدا هي الشرائح اللي من 0 ل 200 كيلو واط، والشرائح اللي من 201 الى 300 واط، هي دي اكتر شرائح بتستهلك بشكل كبير جدا، فيما عدا ذلك دي زياده عليها تمت زياده طفيفه، هنشرح ازاي. الشريحه الاولى الناس اللي بتستخدم 50 كيلو واط زادت عليها بقت 13 قرش كيلو الواط بدل ما كان 11 قرش، يعني زياده قرشين. في الشريحه الثانيه الناس اللي من 51 ل 100 كيلو واط، دي ده السعر زاد ل 19 قرش بدل 22 قرش، يعني برضو بنتكلم في 3 قروش، بقى 22 وهو كان 19، يعني زاد حوالي 3 قروش. المرحلة الثالثة اللي هي من 101 ل 200 كيلو واط، دي كانت ب 21 بقت 27، دي زادت حوالي 6، رغم ان احنا لسه بنتكلم في الشريحة اللي الدكتور شاكر بيقول عليها اللي هي الاستهلاك الكبير، او يعني مش الاستهلاك الكبير، العدد الكبير من الناس اللي بيستهلكوا ده. طيب شرائح المجتمع، يعني الشريحة الرابعة اللي هي من 201 ل 350 دي بقت 55 بدل 42، هنا زودها كتير، هنا زودها 13 قرش. بدأ مع زيادة استهلاكك، يعني هو كان شديد الرفق والرحمة بك طول ما انت ماشي لغاية 200 كيلو واط، ال 200 كيلو واط ما زودش فيهم كتير، بدأ من فوق ال 200 ل 350 يزود بقى كتير، يعني هنا في ال 55 دي زود 13، لا 13 في ال 55 يا جماعه زود 13. في ال 351 من الاستهلاك من 351 ل 650 بقت ب 75 قرش بدل من 55، زود استهلاكك هنزود سعر كيلو الواط عليك بشكل كبير جدا. الشريحة السادسة، ودي طبعا شريحة كبيرة جدا، 651 من 651 إلى 1000 كيلو واط، ده طبعا يعني زوده، يعني هو كان ب 95 خلاه له ب 125، زوده 30 قرش. كويس، خلينا نتناقش في الشرائح من 5. أيوه ادوني، أيوه برافو عليكم، أنا عايزة الخمسة دي والستة والسبعة، السبعة ده اللي بيزيد عن 1000 كيلو واط، ده دول ما بيحصلوش على دعم، دول بياخدوا كيلو الواط بسعره اللي هو 135. طيب خلينا احنا في الشرائح دي لو سمحت. الشرائح دي استهلاكها كبير جدا، فدي زود عليها بشكل كبير جدا، منطقي. احنا لازم نتفق بقى، هتستهلك كتير هتدفع فاتورة اكبر. لكن خليني في الشرائح بقى من 1 ل 3، سيبك من 4 كمان، ممكن ندخل 4 دي في الاستهلاك ازاي. لكن الشريحة اللي هي التالتة دي اللي هي من 101 ل 200 دي زودها كام؟ 6. الشريحة اللي قبليها اللي من 51 ل 100 زودها كام؟ 3. الشريحة الأولانية خالص اللي هي 50 كيلو واط، حاجة يعني ما فيش استخدام أصلا الكهرباء، حاجة طفيفة جدا، دي زودها قرشين. هو بيقول حاولنا إن احنا نعمل أقصى ما يمكن عمله. هل التوزيع ده بالمنطق كده وبالموضوعية بصراحة يعني أنتوا شايفينه عادل ولا مش عادل؟ خلي بال حضراتكم من حاجه، ان هي القضيه بالنسبه لناس كتيره فينا
مش الكهرباء بس، ما انت حط بقى الكهرباء جنب البنزين جنب الغاز جنب السلع الغذائية جنب جنب جنب، فتعمل مجموع. لكن بالتأكيد كل واحد بيبقى مسؤول عن الجزء بتاعه. فالدكتور شاكر حاول يتصرف في نطاق الجزء بتاعه، لانه لو ما كانش عمل كده كان هيبقى عجز رقم، انا سمعت الرقم اتخضيت، كان هيبقى عنده عجز 82 مليار. ده كتير قوي.